يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة إن شاء الله بإذن الله حلقة هتكون مهمة مميزة جدا كمان، لأن عندنا العديد من الأخبار، سواء الأخبار المحلية أو الأخبار العالمية، وكمان كل ما يخص النادي الأهلي وكل أخبار النادي الأهلي في الصحف والمواقع زي ما عودناكم دايما. أي حاجة بتخص النادي الأهلي هنتكلم فيها ونعلق عليها، سواء كتبت في المواقع أو في صحف النهاردة الصحف المصرية. بالتالي إن شاء الله حلقة هتكون مهمة ومميزة جدا. النص الثاني من حلقه النهارده هيشرفنا وينورنا في الاستوديو الضيف العزيز الاستاذ محمد السيد، الناقد الرياضي بالاخبار المسائي، عشان نتكلم في امور كتير جدا ونشوف ايه ابرز حاجه على الساحه الرياضيه الكرويه بالتحديد المصريه الفتره دي، وخصوصا ان احنا خلاص مجهولين على بطوله الامم الافريقيه، والنهارده في مباراه وديه لمنتخب مصر، الوديه الاخيره امام غينيا ان شاء الله، ومن خلالها المنتخب بيستعد واخر استعداد لبطوله الامم الافريقيه، وباذن الله باذن الله يكون خير استعداد لهذه البطوله من قبل المنتخب، ويكون كلهم ان شاء الله موفقين للفوز بهذا اللقب واسعاد كل الشعب المصري في كل مكان، واللي اكيد مستنيين البطوله دي بفارغ الصبر، والمسانده اكيد حتميه وضروريه من كل المصريين ان شاء الله خلال المرحله الحاسمه المقبله بالنسبه للمنتخب الوطني المصري. خلينا نروح نشوف ابرز العناوين النهارده، يلا بينا. كاف يختار الاسطوره محمود الخطيب سفيرا لبطوله كاس الامم الافريقيه. لاسارتي يجهز خطه المرحله المقبله للاهلي. قياسات بدنيه لجميع لاعبي الاهلي بعد الراحه السلبيه. معسكر الأهلي يبدأ أوائل يوليو في إسبانيا، والفريق يخوض 3 مباريات. الليلة منتخب مصر يلتقي غينيا وديا في ختام الاستعداد لأمم إفريقيا. صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس. بوجبا يعلن الرحيل عن مانشستر يونايتد. طيب، يعني اخبار كلها اكيد مهمه جدا، وبالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي، وكمان بصراحه بخلاف النادي الاهلي واكيد كل اخباره بالنسبه لنا مهمه جدا جدا، لكن دايما الفتره دي اخبار منتخب مصر مهمه قوي، لان زي ما احنا عارفين خلاص البطوله كمان 5 ايام بالظبط، واول مباراه يوم الجمعه ان شاء الله مع زيمبابوي في المجموعه الاولى وفي استاد القاهره، وهتكون الساعه 10 مساء، فبالتالي البدايه دايما مطلوبه، وبدايه لازم تكون قويه بالنسبه لمنتخب مصر عشان يكون في رساله قويه من المنتخب لجميع المنتخبات الاخرى بان المنتخب ان شاء الله يحقق هذا اللقب. بخلاف هذه الجزئيه واللي هيكون عندنا كلام فيها كتير جدا على مدار حلقه النهارده، وهو فيما يتعلق بمنتخب مصر، لكن في جزئيه اخرى مهمه قوي، وهي بتخص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. هو رئيس النادي الاهلي اوكي، بس احنا هنتكلم عن الكابتن محمود الخطيب اللاعب واللي تم اختياره بالامس سفيرا لبطوله الامم الافريقيه 2019، وتم توجيه الدعوه ليه من قبل الاتحاد الافريقي لحضور مباراه الافتتاحيه وكمان مباراه النهائي كسفير لهذه البطوله. وهم بيختاروا على اساس ايه؟ بيختاروا على اساس الشهره، على اساس النجوميه، وكمان على اساس الانجازات الكبيره جدا جدا للاعب اللي حققها في القاره، سواء على المستوى المحلي او على المستوى القاري، وده بينطبق بشكل كبير قوي، يعني بينطبق جدا جدا على الكابتن محمود الخطيب. الراجل في الحقيقه عمل انجازات كبيره جدا للكره المصريه، سواء للنادي الاهلي او لمنتخب مصر، خد القاب مع النادي الاهلي وخد القاب مع منتخب مصر، كمان خد الكره الذهبيه الأفريقية عام 1983 كأول لاعب مصري يحصل على هذه الجائزة. وفي الحقيقة الراجل أكيد أسطورة كبيرة جدا، مش أنا اللي هتكلم عن نجم كبير وأسطورة زي كابتن محمود الخطيب، للأسف ما وعدتش عليه أشوفه هو لعيب كورة، لكن دايما بيتحكي لي عنه بشكل كبير، دايما بسمع عن مهاراته وعن أهدافه اللي دايما بنشوفها في الإعداد في التلفزيونات. كمان يعني يمكن انا من كام يوم كده شفت له فيديو لمهاراته خلال المباريات وتحركاته خلال المباريات، مش بس الاهداف خلاص، يعني جاب اهداف كتير جدا وشفنا منها كم هائل يعني، لكن المهارات في الحقيقه الواحد لما اتفرج قال ايه ده، هو كان فيه كده،
كان في لعيب كبير كده. بالمناسبة احنا بنتكلم على الكابتن محمود الخطيب اللاعب وليس رئيس النادي. خد عندك بقى ادي الاهداف دي، الاهداف دي طبعا كلنا بنشوفها كتير وبيتألق فيها، واهداف ليها طابع خاص جدا. بص الاستلامة بصدره والعادلة برجله اليمين والنط على الارض الكوره، وبعد كده يروح ايه شايطها. لا مهارات كبيره جدا جدا للكابتن محمود الخطيب، اهداف عديده قدر ان هو يحرزها وثبتت في اذهان المصريين. اهلاويه، زملكاويه، اسماعيلاويه، اي حد من الجماهير المصريه في الحقيقه ما يقدرش ينسى اهداف الكابتن محمود الخطيب، ما يقدرش ينسى مهاراته في الملعب. مهارات في الحقيقه صعب ان انت تلاقيها دلوقتي، وكل فين وفين كل كام سنه كده لما تلاقي لعيب كره بالمهارات دي. ومش هنكون بنبالغ طبعا، لان مش احنا بس اللي هنقول كده، الناس كلها اكيد بتتكلم كده، ان هو افضل لعيب في تاريخ الكره المصريه. يا نهار ابيض على الكره دي، يا نهار ابيض. لعبه حلوه جدا، الراجل لم وحط الكوره، مهاره. يا سلام يا سلام، تحكمه في الكره غريب جدا، منتهى الثقه. الجول اللي يعني هدوء قدام كمان المرمى. مش عايز انا اتكلم كتير عن الكابتن محمود الخطيب في الحقيقه، لان يعني في نجوم كبار جدا هم اللي اتكلموا عنه، وفي ناس كتير جدا عصروه هم اللي يقدروا يتكلموا عنه بشكل افضل مني بكتير جدا كمان. لكن اللقطات اللي انا بشوفها دي لقطات جميله جدا، وفي لقطات تانية انا كنت شفتها في احدى الصفحات على السوشيال ميديا، لقطات رائعة جدا ليه في مهاراته في الملعب وتحركاته وترقصاته للمدافعين. لا الراجل كان نجم كبير جدا، يستحق طبعا، يستحق في كل الأحوال انه يكون سفير لبطولة الأمم الأفريقية 2019. مش هو عشان اسمه محمود الخطيب، لا هو عشان إنجازاته. مش عشان هو رئيس النادي الأهلي، لا خالص، عشان إنجازاته، عشان بطولاته، علشان مهاراته الكبيرة وأهدافه الرائعة. وكان كابتن محمود الخطيب هداف اللاعبين في أفريقيا في بطولات الأندية الأفريقية، كان 37 هدف لحد لما جه موبوتو اللي هو لاعب مازيمبي الحالي وعدى الكابتن محمود الخطيب. لكن فضل فترة كبيرة جدا هو هداف أفريقيا في البطولات الأفريقية، كان 37 هدف يعني. فالراجل ليه إنجازات كبيرة جدا مع النادي الأهلي. خليني اقول لحضراتكم بعض الارقام الخاصه بالكابتن محمود الخطيب. طبعا زي ما احنا عارفين هو فاز بالحذاء الذهبي، وفاز كمان بافضل لاعب في افريقيا عام 1983. هو في الاول اصلا انضم للنادي الاهلي من نادي النصر عام 71. اول مباراه رسميه ليه كانت امام البلاستيك في الاسبوع الثاني من موسم 72-73، كان يوم الجمعه 15 اكتوبر 72، وكانت اخر مبارياته الرسميه كانت امام الهلال السوداني. بالمناسبه المباراه دي تالق فيها، كنت شفت برضو لقطات ليها حتى وهو بيعتزل، كان بيتالق جدا في هذه المباراه. كانت في نهائي ابطال الدوري، كان يوم الجمعه 15 ديسمبر 87. خلال مسيرته كلها خاض 199 مباراه في الدوري، سجل كام؟ سجل 109 اهداف، ليكون اول لاعب في تاريخ القلعه الحمراء يحرز 100 هدف بقميص النادي الاهلي. بالمناسبه الكابتن محمود الخطيب، ودي مفارقه يعني مهمه قوي، مفيش اي مباراه احرز فيها هدف مع النادي الاهلي والنادي الاهلي خسر خالص. اي مباراه في تاريخ الكابتن محمود الخطيب مع النادي الاهلي احرز خلال هذه المباراه هدف او اهداف، النادي الاهلي لم يتعرض اطلاقا للخساره، بالتحديد في بطوله الدوري. انا بتكلم بالتحديد في بطوله الدوري العام. المباريات اللي احرز فيها اهداف بس اتعادل، يعني ما خسرش فيها الاهلي، اتعادل 8 مرات. لكن فيما عدا ذلك فاز في كل المباريات اللي احرز فيها اهداف. يعني فاز في كل المباريات اللي احرز فيها اهداف في بطوله الدوري مع النادي الاهلي، وتعادل 8 مباريات فقط وكان احرز فيهم اهداف. وكمان اختياره لمساهمته بالارتقاء بالكره الافريقيه، وده شيء مهم طبعا كشخصيه مصريه ليها مقاوماتها المعروفه بكل تاكيد. الكابتن محمود الخطيب نجم كبير جدا جدا النادي الاهلي، كون ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي ويتم اختياره كسفير للكره الافريقيه، او بالتحديد سفير لبطوله الامم الافريقيه، فده شرف كبير جدا طبعا للنادي الاهلي. هو طبعا بكل تاكيد احد ابناء النادي الاهلي. فبالتالي اهداف كتير جدا وارقام كتير جدا خاصه بالكابتن محمود الخطيب. احرز 3 هاتريك في مسيرته، وهدفين
او احرز ثنائيه 15 مره وهدف وحيد 70 مره منهم 11 ضربه جزاء، حقق لقب الدوري 10 مرات، شارك في 18 مباراه في كاس مصر، سجل 9 اهداف وحقق 5 ألقاب من بطولة كأس مصر، شارك في 8 مباريات في بطولة 6 أكتوبر التنشيطية وسجل 4 أهداف، لذلك يكون قد لعب كابتن محمود الخطيب 225 مباراة، سجل من خلالهم 121 هدف، وشارك في 50 مباراة إفريقية مع النادي الأهلي وسجل 37 هدف، ده رقم حلو قوي يعني 50 ماتش جايب 37 جول، ده رقم ممتاز يعني. فبالتالي كده الكابتن محمود الخطيب في خلال 182 شهر لعب 275 مباراة، سجل خلالها 159 هدف، يصبح الهداف التاريخي للنادي الأهلي. في أفريقيا شارك الكابتن محمود الخطيب مع منتخب مصر في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 86 والوصول لأولمبياد موسكو 1980، و ما كانش شارك مصر طبعا ما شاركتش في هذه الأولمبياد بسبب الأسباب السياسية والأحوال السياسية في هذا التوقيت. كمان شارك في أولمبياد لوس أنجلوس 84، سجل الكابتن محمود الخطيب 37 هدف للأهلي في بطولات أفريقيا. يعني في أرقام كتيرة جدا جدا للكابتن محمود الخطيب، يعني لو فضلنا نتكلم عن الكابتن محمود الخطيب مش هتكفينا الحلقة النهاردة، هيبقى محتاجين حلقات أخرى. لكن هنا بقى الكلام اللي لازم نوجهه لبعض المسؤولين وبعض الأشخاص اللي ممكن يكونوا بيقارنوا نفسهم شوية بالكابتن محمود الخطيب. صعب شوية، صعب انك تقارن نفسك بالكابتن محمود الخطيب. احنا بنتكلم عليه كمان كلاعب، سيبك من كرئيس نادي، عشان ممكن يقول لك ايه اصل انت بتتكلم كده عشان انت في القناة بتاعته والقناة والنادي بتاعه وكلام من ده. لا لا خالص، احنا بنتكلم عليه كلاعب. فالراجل في الحقيقة مش محتاج، يعني مش احنا بس اللي احنا هنتكلم عليه، لا قنوات كتير واعلام كله يتكلم عن نجم كبير جدا زي الكابتن محمود الخطيب. فاكيد بنبارك له على كونه سفير لبطولة الأمم الأفريقية 2019، وكمان اكيد نتمنى له كل التوفيق في قيادة النادي الأهلي للمرحلة المقبلة، ودايما يكون سفير للنادي الأهلي ولمصر بكل تأكيد في المحافل الأفريقية الكبيرة الكابتن محمود الخطيب. نروح نشوف أهم ما كتب عن النادي الأهلي في الصحف النهاردة، يلا بينا. المسا بيبو سفيرا لكأس الأمم الأفريقية، الكاف يضع أسطورة الكرة المصرية لحضور حفلي الافتتاح والختام. الأخبار المسائي، لاسارتي يجهز خطة المرحلة المقبلة للأهلي. الشروق، رمضان صبحي يسعى لحسم انتقاله النهائي للأهلي، لجنة التخطيط للكرة تتمسك بناصر ماهر والنادي يوافق على مبدأ الصفقة التبادلية مع الإسماعيلي للتعاقد مع متولي. أوكي. الدستور، الأهلي يرفض رحيل فتحي ومؤمن ويوافق على تفعيل عقد بامبو. روزا اليوسف، 10 لاعبين على قائمة الانتظار في الأهلي، أندية الدوري تغازل نجوم الفريق الأحمر وإسلام عيسى خارج الحسابات. طيب قبل ما نستفيض في هذه العناوين وتفاصيلها، خلينا نقول ان زي النهارده عام 2006 بالتحديد النادي الاهلي فاز على نادي الزمالك في نهائي كاس مصر بنتيجه 3-0، مباراه اكيد حضراتكم كلكم فاكرينها، مباراه كانت رائعه من قبل النادي الاهلي، فاز بالبطوله ووصل للمباراه رقم 62 في مسيرته المحليه في هذا التوقيت دون التعرض لاي هزيمه محليا سواء دوري كاس سوبر. قدر النادي الاهلي ان هو يوصل لهذا الرقم، وكان اخر مباراه بالتحديد في الموسم ده امام نادي الزمالك في بطوله كاس مصر، وقدر النادي الاهلي يفوز بنتيجه 3-0، وده كان زي النهارده بالظبط يوم 16 من هذا الشهر عام 2006. المباراه كانت كبيره، احرز اهداف النادي الاهلي في هذا التوقيت عماد متعب الهدف الاول نجم النادي الاهلي ونجم هجوم النادي الاهلي، وكمان كابتن عماد النحاس اللي كان ليبرو في هذا التوقيت وكان مدافع عظيم جدا، كابتن عماد النحاس احرز الهدف الثاني، الهدف الثالث ايضا كان عماد متعب احرز الهدف الثالث للنادي الاهلي. ولو تفتكروا تقريبا دي كانت اخر مباراه
لنجم النادي الاهلي السابق والراحل الكبير كابتن محمد عبد الوهاب. دي لقطات من المباراه دي ودي الاهداف، وده الهدف الاول لعماد متعب في شباك نادي الزمالك. وطبعا متعب كان نجم كبير جدا واحد النجوم الكبار في تاريخ النادي الاهلي بالتحديد في خط الهجوم، وقدر ان هو يحرز اهداف كتير جدا مع النادي الاهلي سواء محليا او افريقيا يعني. فبالتالي عماد متعب اكيد كان لاعب كبير جدا جدا. التشكيل خليني افكر حضراتكم بيه، كان عصام الحضري في حراسه المرمى، ده تشكيل النادي الاهلي. في خط الدفاع كان كابتن وائل جمعه، كابتن عماد النحاس، كابتن احمد السيد، والكابتن محمد عبد الوهاب الله يرحمه. في نص الملعب كان كابتن محمد بركات، كابتن محمد شوقي، كابتن حسن مصطفى، واحمد حسن استاكوزا. في خط الهجوم كان النجم الكبير جدا جدا محمد ابو تريكه، وايضا الكابتن عماد متعب. ده كان تشكيل للنادي الاهلي في التوقيت ده. يعني التبديلات كان نزول اكوتي ونزول حسام عاشور على ما اتذكر، يعني كانت هي دي تغييرات النادي الاهلي في هذه المباراه. وده طبعا كان تحت قياده اللي كلكم شفتوه في الصوره ده، الداهيه الكبيره مستر مانويل جوزيه، طبعا احد اساطير التدريب في مصر وفي النادي الاهلي. الراجل حقق انجازات كبيره جدا جدا مع النادي الاهلي. ده كان الهدف الثالث يا جماعه صح؟ ده كان الهدف الاول اللي فات ده تاني، وده الهدف الثاني كابتن عماد النحاس. ده كان الهدف الثاني. وعماد النحاس كان نجم كبير قوي وبصراحه هو مدير فني مميز دلوقتي، ماسك نادي المقاولين وعامل شغل كويس قوي في الحقيقه، لكن هو كان لاعب مهم قوي قوي في صفوف النادي الاهلي، وكان عندنا خط دفاع حديدي في الحقيقه في التوقيت ده، سواء كان ساعتها عماد النحاس والجمعه عشان محمد احمد السيد، دول كانوا الاساسيين يعني مع النادي الاهلي في التوقيت ده. وكان في اسلام الشاطر، وكان طبعا محمد عبد الوهاب، يعني كان في جيل عظيم في 2006، والجيل ده فضل ممتد مع النادي الاهلي لحد بعد كده كمان كذا سنه. النادي الاهلي في التوقيت ده كمان قدر يحرز القاب كبيره جدا جدا، دوري وكاس، ودي كانت السنه الثانيه النادي الاهلي حقق فيها الثلاثيه بالمناسبه. 2005 كان الاهلي حقق فيها الدوري والكاس ودوري ابطال افريقيا، والسنه دي كمان النادي الاهلي اللي هي 2006 دي حقق دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا وسوبر مصري وسوبر افريقي وثالث كاس العالم للانديه لو تفتكروا حضرتك. طبعا ده الهدف الثالث لعماد متعب، كان تصويبه من محمد ابو وهاب الله يرحمه، وعماد متعب كمل الكره في الجون. فبالتالي يعني حبينا نفكر حضراتكم بيوم كان جميل زي ده بالنسبه لكل الاهلاويه، والفوز على نادي الزمالك بنتيجه 3-0 في نهائي كاس مصر زي النهارده بالتحديد في 2006. خلينا نروح بقى لتفاصيل اخبارنا النهارده، وبالتحديد فيما كتب عن النادي الاهلي في الصحف النهارده. خلينا نبتدي بالاخبار المسائيه. لاسارتي بيجهز للخطه المقبله وخطه المرحله المقبله بالنسبه للنادي الاهلي، وده اكيد مستر لاسارتي حتى لو هو في اجازه اكيد بيتابع كل الامور الخاصه بالنادي الاهلي خلال المرحله الحاليه، واستعدادا لما هو قادم للنادي الاهلي. اللي قادم ايه للنادي الاهلي؟ عندك فتره تحضيريه بالتحديد في استاد مختار التتش، بعديها مباشره معسكر يوم 2/7 في اسبانيا. كابتن سيد عبد الحفيظ كان سافر مع الكابتن امير توفيق طبعا مدير اداره التعاقدات بالنادي الاهلي عشان ينسقوا بخصوص المعسكر وينسقوا بخصوص ملاعب التدريبات وفندق الاقامه مقر اقامه النادي الاهلي في اسبانيا. فاستعداد مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي خلال المرحله اللي جايه. مستر لاسارتي بيفكر ازاي؟ بيفكر في بعض اللاعبين اللي هو محتاجهم جدا جدا، سواء يكونوا اضافه للنادي الاهلي من حيث الصفقات او حتى الابقاء على بعض اللاعبين المتواجدين الفتره دي مع النادي الاهلي والتمسك بهم. وده اللي بيفكر فيه مستر لاسارتي. في المقابل في اكيد لاعبين مستر لاسارتي ممكن ما يكونش محتاجهم، واكيد بلغ بيهم او لسه ما استقرش بشكل نهائي على بعض هؤلاء اللاعبين. لكن الاهم بالنسبه لنا كلنا ان ايا كان مين اللي هيكمل مع النادي الاهلي او مين اللي هيرحل، لان دي سنه الحياه وده طبيعي جدا ان هو يحصل، لكن مهم جدا ان احنا اكيد واثقين في وجهه نظر مستر لاسارتي، واثقين في المسؤولين عن الكره في النادي الاهلي، وكمان واثقين في انفسنا كجماهير للنادي الاهلي، او كل جماهير النادي الاهلي واثقين في ناديهم، ومتاكدين ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه والموسم الجديد باذن الله النادي الاهلي يكون موفق في احراز بطولات كتير قوي، مش بس بطوله ولا اثنين، لا اي بطوله ان شاء الله النادي الاهلي يفوز بيها او يشارك فيها تكون من نصيبه باذن الله، وده دايما طموح جمهور النادي الاهلي، وجمهور النادي بيبقى مستنيه بفارغ الصبر. الخطه كمان بتكمن في ايه؟ بتكمن في ان مستر لاسارتي كان وضع بعض الاسماء اللي ممكن يكون كان عايز يتعاقد معاها. في نفس الوقت بيضع بدائل لهذه الاسماء، ليه بقى؟ لان انت ممكن تحاول تتفاوض مع بعض اللاعبين
انديتهم ما ترضاش تسيبهم. ممكن تحاول تتفاوض مع بعض اللاعبين تلاقي المبالغ عاليه زياده عن اللزوم. ممكن تخسر صفقه، ممكن تفوز بصفقه، فبالتالي انت طبيعي ان انت بتحط بدايل للصفقات دي علشان لو ما وفقتش في الهدف الاول بالنسبه لك تدور على الهدف الثاني على طول في نفس المركز اللي انت محتاجه. فاكيد ده اللي فكر الجهاز الفني للنادي الاهلي وبالتحديد في فكر مستر مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي. نروح للشروق. والشروق بتتكلم على رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي حتى هذه اللحظه، لان عقد الاعاره بتاعه يخلص يوم 30 من الشهر الحالي. فبتقول ان رمضان صبحي يسعى لحسم انتقاله النهائي للنادي الاهلي. رمضان صبحي عنده الرغبه في الانتقال للنادي الاهلي، او عنده الرغبه في الانتقال للنادي الاهلي بشكل نهائي، والراجل عنده طموح مع النادي الاهلي، وممكن تكون دي بالنسبه له تحدي مهم جدا في الفوز بالالقاب مع النادي الاهلي اللي هو بيحلم بيها يعني كرمضان صبحي. في المقابل لجنه التخطيط للكره تتمسك بناصر ماهر، والنادي بيوافق على كده، ويمكن ده طبعا على عهده جريده الشروق. ناصر ماهر لعيب مميز جدا، الفترة ممكن ما خدش فرص كتير مع النادي الاهلي رغم الفتره اللي قبلها مع مستر كارتيرون كان ماشي بشكل كويس، وممكن بعض المباريات ما كانش موفق فيها، لكن دايما بتبقى الرؤيه الفنيه خاصه بالمدير الفني. لكن في اقتناع بقدرات ناصر ماهر، اكيد في اقتناع طبعا لانه لعيب كويس جدا، فهيفضل اكيد ناصر في حسابات النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. التعاقدات، وده كل يوم هنتكلم فيه في الحقيقه، لان خلاص احنا في فتره زي ما قلت لحضراتكم قبل كده خلال الحلقات اللي فاتت، احنا في فتره خاصه بالانتقالات الصيفيه، فطبيعي جدا هتسمع كلام كتير قوي على اللاعبين وانتقالاتهم. فبالتالي الشروق ايضا بتتطرق لصفقه تبادليه محتمله ما بين الاهلي والاسماعيلي بخصوص محمود متولي لاعب نادي الاسماعيلي ومدافع نادي الاسماعيلي. الامور دي كلها متروكه للنادي الاهلي، وهل في خطوات فعلا خدها النادي الاهلي في التعاقد مع هذا اللاعب؟ احنا ما بنعلنش غير لما يكون في حاجه رسميه بخصوص النادي. نروح للدستور، واللي بتتكلم ايضا على رحيل بعض اللاعبين ورفض النادي الاهلي للرحيل احمد فتحي ومؤمن زكريا، وفي المقابل بتوافق على تفعيل عقد كريم بامبو. طيب ناخد الجزء الاول من العنوان وهو خاص باحمد فتحي ومؤمن زكريا. احمد فتحي قيمه كبيره جدا جدا جدا، صعب اي حد يستغنى عن احمد فتحي. لاعب مهم سواء من حيث الخبرات او من حيث الامكانيات الفنيه والبدنيه، مفيش غنى عن احمد فتحي، والنادي الاهلي اكيد ما بيفكرش في الاستغناء عن احمد فتحي. بالنسبة لمؤمن زكريا، مؤمن زكريا زي ما حضراتكم كلكم عارفين الفترة اللي فاتت كان طلع إعارة وتم فسخ الإعارة بسبب أسباب مختلفة، وكان أعلى النادي السعودي في التوقيت ده مش فاكر نادي اسمه الوحدة تقريبا، نادي أحد، أحد نادي أحد اللي كان انضم لمؤمن زكريا، أعلن إن هو مش جاهز بدنيا خالص وفي مشاكل بالنسبة له ففسخوا العقد معاه، فبالتالي مؤمن رجع فما كانش ينفع تأيده مرة تانية. فبالتالي مؤمن دلوقتي في فترة بيحاول من خلالها، من خلال التدريبات ومن خلال فترة الإعداد اللي جاي، إن هو يقنع الجهاز الفني بإمكانياته، لأن مستر لاسارتي ما كانش شاف مؤمن قبل كده يعني، ممكن يشوف ليه فيديوهات، لكن الموضوع على أرض الواقع لما بيشوفه قدام عينه كده بيبقى أكيد ليه وجهة نظر معينة. فاكيد مؤمن عنده تحدي مهم، ومؤمن اكيد متمسك بالبقاء في النادي الاهلي. الكلام هيبقى ماشي ازاي خلال المرحله اللي جايه ده اللي هنشوفه مع توالي الايام بالتحديد فيما يخص مؤمن ده، لكن احمد فتحي الموضوع ما فيهوش اي كلام خالص يعني. بالنسبه بقى للجزء الثاني من العنوان وهو الخاص بكريم بامبو، خليني اقول لحضراتكم حتى هذه اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها كريم بامبو لم يوقع على عقود الانتقال للنادي الاهلي. ممكن يكون في الصوره، ممكن يكون في الصوره طبعا. ليه؟ لان عقده انتهى مع نادي الاسماعيلي او بينتهي بمباراه الزمالك اللي هتكون بعد بطوله الامم الافريقيه، نادي الاسماعيلي نفسه مباراه واحده في بطوله الدوري، تخلص المباراه دي كريم بامبو خلاص كده الموسم بتاعه انتهى مع نادي الاسماعيلي. لكن لحد دلوقتي لحد اللحظه دي كريم بامبو ما وقعش خالص مع النادي الاهلي، بالرغم انه يحق له انه يوقع لاي نادي لانه خلاص عقده بينتهي، اخر ست شهور في عقدك طبقا للوائح الدوليه ممكن تتفاوض وتوقع للنادي اللي انت عايزه، او ممكن تجدد لناديك يعني حسب رغبتك. لكن لغايه دلوقتي كريم بامبو ما وقعش على عقود الانضمام للنادي الاهلي، وده خبر مؤكد احنا بناكده لحضراتكم، ولسه مفيش جديد بخصوص كريم بامبو، وربما يكون في جديد خلال الفتره المقبله، هنشوف. كلها امور بتبقى متروكه وحسب الرؤيه الفنيه لمستر لاسارتي وحسب احتياجاته للاعبين وللمراكز اللي هو محتاجهم. الكلام كتير طبعا على ناس كتير جدا من ضمنهم كريم بامبو، ده شيء طبيعي بنعيشه كلنا كل فترة انتقالات سواء صيفية أو شتوية.
روزل يوسف، وبتتكلم برضو في هذا الإطار عن 10 لاعبين في النادي الأهلي في قائمة الانتظار، وأيضا أندية الدوري بتغازل لاعبي النادي الأهلي، ده شيء طبيعي جدا. جزئية إسلام عيسى أنا مش هعلق عليها خلاص لأن علقنا عليها امبارح، لكن طبيعي جدا النادي الأهلي عنده لاعبين مميزين جدا. أي نادي في مصر يتمنى أنه هو يضم أي لاعب من النادي الأهلي، أي لاعب في قائمة النادي الأهلي طبيعي جدا، أي نادي في مصر يتمنى انضمامه لصفوفه. فبالتالي الأندية بتنتظر استغناءات النادي الأهلي، مش استغناءات يعني، النادي الأهلي ممكن يكون اللاعب ده مش محتاجه الفترة دي، فلو جاي لو في عرض ليه ممكن يفكر فيه. فبالتالي الأندية مستنية تشوف مين النادي الأهلي مش محتاج مين، ويتم التفاوض على هذا اللاعب مع النادي الأهلي، ده شيء طبيعي يعني، وهنشوفه كتير خلال الفترة اللي جاية. طيب ده فيما يخص أخبار النادي الأهلي في الصحف، خلينا نروح نشوف بقى إيه اللي اتكتب في المواقع. يلا فيتو، قياسات بدنية للاعب الأهلي في أول تجمع. اليوم السابع، معسكر الأهلي يبدأ أوائل يوليو في إسبانيا والفريق يخوض 3 مباريات. يورو سبورت عربية، تحذيرات عبد الحفيظ، الصفقة السكندرية، مكالمة لاسارت ساسبنس. وان ثري، الأهلي يحسم صفقة المحمدي بعد أمم أفريقيا. الوطن سبورت، محمد دهاني يضغط على الأهلي للرحيل لليونان. سبورت 360، نجم الأهلي يتلقى عرضا بورتغاليا. سوبر كورة، أجايي ينتظر عرضا برتغاليا من الرحيل عن النادي الأهلي. طيب خلينا ناخد خبر خبر، نبتدي بفيتو اللي بتقول ان في قياسات بدنيه للاعبي النادي الاهلي في اول تجمع، وده شيء طبيعي جدا. ليه؟ لان انت واخد فتره كبيره اجازه، مفيش اي تدريبات، اللاعبين بقى لهم لحد دلوقتي كده داخلين في اسبوعين اجازه، ولسه هيعودوا للتدريبات يوم 22 يوم السبت الجاي كبدايه الفتره التحضيريه بالنسبه للنادي الاهلي استعدادا للموسم الجديد. طبيعي جدا في اول التجمع بيكون في قياسات بدنيه عشان يشوفوا ايه اللي محتاجه اللاعبين من الناحيه البدنيه، واكيد هيكون في تدريبات قويه جدا جدا بدنيا بالتحديد. طالما جاي من فتره اجازه فلازم تستعد بشكل بدني قوي عشان تبقى واقف على رجلك ان شاء الله في الموسم الجديد. القياسات دي هتكون ان شاء الله في استاد مختار التتش عقب عوده اللاعبين لاول التدريبات مع النادي الاهلي يوم 22 ان شاء الله يوم السبت القادم، واكيد نتمنى لهم كل التوفيق في الفتره التحضيريه وفتره الاستعداد للموسم الجديد طبعا خلال المعسكر الخارجي في اسبانيا. بمناسبه المعسكر الخارجي في اسبانيا، من اليوم السابع بيقولوا ان المعسكر هيكون في اول يوليو، تحديد المعسكر هيبتدي يا جماعه يوم 2 يوليو في اسبانيا، وخلال المعسكر ده الفريق هيخوض 3 مباريات تدريجيه في المستوى، وده شيء طبيعي جدا وعلمي جدا. ليه؟ لان انت بتبتدي كده واحده واحده، لسه انت مش جاهز، فتلعب مع فريق قليل شويه تبتدي معاه، وبعد كده تشوف فريق اقوى ثم فريق اقوى عشان تبقى جاهز بشكل كامل يعني. فالتدريج ده بيبقى شيء مهم جدا في الاعداد بدنيا وفنيا لموسم جديد، وده اللي هنشوفه خلال ان شاء الله معسكر النادي الاهلي في اسبانيا. يورو سبورت عربيه بتتكلم من خلال عنوان في سسبنس شويه للجماهير يعني، بتقول لك تحذيرات عبد الحفيظ والصفقه السكندريه ومكالمه لاسارتي. تحذيرات عبد الحفيظ مش تحذيرات ولا حاجه، هو الراجل بيطلب من اللاعبين ان هم يكونوا جاهزين يعني متواجدين في القاهره قبل، لو حد يعني سافر او حاجه يكون متواجدين قبل المران الاول النادي الاهلي دي على الاقل 24 ساعه، يعني يومين او يوم بالكثير تكون متواجد كده عشان تبقى مستعد لاول تمرين مع النادي الاهلي. الصفقه السكندريه دي بيقصدوا بيها ايه؟ بيقصدوا صفقه حسام حسن لاعب سموحه، وكلام كتير على هذا اللاعب، والامور زي ما انتم عارفين الفتره دي دايما كلام بيبقى كتير جدا بخصوص الصفقات، لسه ما فيش اي كلام بالنسبه لحسام حسن.
الكلام هيكون من خلال الخطوات الرسمية اللي بيتبعها دايما النادي الأهلي في الإعلان عن صفقاته أو في التفاوض الأول عن الصفقات اللي هو ممكن يكون محتاجها. مكالمة لاسارتي أكيد مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وتواصله معاه بشكل يومي عشان يعرف آخر التطورات وآخر الأمور سواء فيما يتعلق بالمعسكر الخارجي والترتيبات الخاصة بهذا المعسكر هتكون إيه، وكمان فيما يتعلق باللاعبين اللي ممكن يكون الأهلي بيتفاوض معهم في المرحلة دي. هل المفاوضات نجحت؟ هل هندور على بدائل لهؤلاء اللاعبين؟ الاستغناءات هتكون ماشية إزاي؟ ده شيء طبيعي جدا خلال المرحلة دي. أنت بتحضر نفسك للموسم الجديد رغم أن الموسم القديم لسه ما خلصش برضه، وهفضل أقولها كل يوم في الحقيقة يعني عشان الموضوع صعب شوية، لكن أنت بتحضر للموسم الجديد والبطولات اللي انت هتشارك فيها كتير قوي في الموسم الجديد، فلازم ان انت تكون بتستعد بشكل منظم وبشكل قوي كمان. 1-3 بتتكلم على ان الاهلي بيحسم صفقه باهر المحمدي بعد امم افريقيا. طيب يعني نفس الكلام ونفس الاجتهادات والتوقعات، وحتى الان ما فيش اي شيء رسمي يا جماعه من النادي الاهلي مع نادي الاسماعيلي، والامور كلها اكيد هتعلن في التوقيت المناسب ليها حسب وجهه النظر الخاصه بالنادي الاهلي، هو اللي هيشوف امتى اقدر اتفاوض وامتى اقدر اعلن عن انتهاء التفاوض وامتى اقدر اضم اللاعب ده وامتى ما اقدرش. يعني كلها امور بتخص المسؤولين في النادي الاهلي، فبالتالي مش هينفع نعلق عليها اكتر من كده يعني. لكن وارد جدا ان باهر محمدي برضه يكون متواجد في الصوره، يعني لعيب كويس قوي بصراحه. يعني باهر محمدي مدافع اولا، بيجيد اللعب كمساك، بيجيد اللعب كباك رايت، فطبيعي جدا لاعب دولي كمان في منتخب مصر، فطبيعي جدا ممكن اي حد يفكر في باهر محمدي، لعيب مهم ومميز في الحقيقه يعني، واكيد هيكون اضافه لاي فريق ينضم ليه يعني. الوطن سبورت وبتقول ان محمد هاني بيضغط للرحيل لليونان. الكلام ده غير صحيح اطلاقا اطلاقا. محمد هاني حتى لو جاله عرض سايب الامور كلها للنادي الاهلي، سايب الامور للجهاز الفني. الكلام ده احنا من خلال التواصل، احنا مش بنقول استنتاج يعني، دي معلومه. اللاعب سايب كل الامور للنادي الاهلي، هو اللي قرر مصيره. ممكن يكون اي حد بيتمنى يحترف، لكن لو النادي محتاجه هيكون متواجد. لو النادي الاهلي تمسك بمحمد هاني، وده اكيد النادي الاهلي متمسك بمحمد هاني، واكيد مستر لاسارتي متمسك بمحمد هاني، فبالتالي محمد هاني هيكون موجود مع النادي الاهلي في الموسم الجديد. لعيب مهم قوي ومميز جدا ومهاري عالي جدا، وبصراحه انا شايفه او بنشوف كلنا لعيب متكامل في الجبهه اليمنى في صفوف النادي الاهلي، وبتتمثل فيه محمد هاني لاعب الفريق. طيب سبورت 360 بتتكلم على العرض اللي جه لمحمد شريف لاعب النادي الاهلي، و طبيعي ان انت ممكن يجي عروض لبعض اللاعبين، ده شيء طبيعي جدا يعني، لكن لسه الامور فيه ما اتحسمتش يعني، ده لو في عرض رسمي. سوبر كوره، اجاييه ينتظر عرضا برتغاليا للرحيل عن النادي الاهلي، والكلام في الحقيقه برضو الفتره دي على اجاييه كتير جدا جدا يعني. لعيب مهم قوي اجاييه، لعيب مؤثر جدا، وفتره اصابته اثرت مع النادي الاهلي، ولما عاد اثر بالايجاب جدا مع النادي الاهلي، فبالتالي اكيد هيكون في تمسك بجونيور اجاييه. ولو جاله عرض ممكن النادي الاهلي يشوف العرض، لو عرض مغري دي حاجه ترجع للنادي الاهلي، هل هو شايف ان ممكن يتم الاستغناء عن اجاييه من الناحيه الفنيه، لان دي اول حاجه بيفكر فيها النادي الاهلي، مش مهم الماديات يعني. ممكن يجي لك عرض حلو قوي مغري جدا، لكن الفريق محتاج اجاييه فنيا، هتستغنى عنه؟ لا مش هتستغنى عنه، فدي كلها امور بيتم دراستها. لكن لحد دلوقتي مفيش اي عروض لجونيور اجاييه، لحد دلوقتي جونيور اجاييه من اللاعبين الاهلاويه جدا على فكره، بيحبوا النادي الاهلي جدا، مستمر مع النادي، مفيش اي كلام خالص بخصوص العروض. لما يجي حاجه رسميه اكيد النادي الاهلي ممكن يدرس، لكن في نفس الوقت النادي الاهلي متمسك جدا اكيد بلعيب بحجم وامكانيات جونيور اجاييه. طيب دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، تعالوا بقى نروح نشوف الاخبار العالميه واخبار المحليه، يلا بينا. الشروق، صبحي اتحاد الكره لم يطبق الاسس بالشكل المطلوب في الدوري هذا الموسم. فيتو، اتحاد الكرة يخاطب الأندية لتفعيل رابطة المحترفين خلال أيام. سوبر كورة، هاني رمزي ودية غنية اليوم مهمة للإطمئنان على اللاعبين. اليوم السابع، محمد صلاح يشارك في الشوط الثاني لودية غنية. الوطن سبورت،
النمساوي ينفي الانتقال للإنتاج الحربي. بوابة الأهرام ميرور، صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس من أجل ليفربول. كرة، بوجبا يعترف برغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد. سبورت 360، برشلونة يتمسك بخيط من الأمل لخطف الهارب. أتلتيكو مدريد ينتظر أموال برشلونة لحسم صفقة بديل جريزمان. كرة، رسميا ساري مدربا ليوفنتوس. نبتدي بالشروق واللي بتتكلم عن تصريح خاص بوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، واللي بيقول ان اتحاد الكره في خلال ادارته للمسابقه مسابقه بطوله الدوري ما مشيش على الاسس بالشكل المطلوب في الدوري، وشايف ان كان ممكن ان احنا نتفادى كل المشكلات اللي حصلت هذا الموسم، وكان ممكن ان احنا نتفادى امتداد الموسم ليه بعد بطوله الامم الافريقيه لو كان اتحاد الكره مشي من خلال الاسس اللي هو وضعها واللي ممكن تكون اتغيرت في بعض الفترات بطوله الدوري، واللي ممكن تكون ادت للازمه اللي احنا فيها دلوقتي يعني. وهي ازمه اكيد مستمره يعني، لان البطوله لسه ما خلصتش وممتده، وبالتالي امتداد البطوله ده هياثر لما هو قادم من موسم جديد، وهيكون في استثنائي او موسم استثنائي جديد زي ما احنا متعودين خلال الفتره اللي فاتت. لكن هو تصريح في الحقيقه مهم جدا من سياده الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وبيعترف بخطأ اتحاد الكرة في إدارة المسابقة، والأهم كمان أن اتحاد الكرة يتدارك هذه الأخطاء عشان إن شاء الله نشوف مسابقة محترمة مع الموسم الجديد. نتمتع وإحنا بنتفرج على الدوري. أنت ممكن تتمتع على الدوري مش بس عشان وأنت بتتفرج على الدوري، ممكن تتمتع مش بس عشان الكرة في الملعب وعشان الفنيات في أرضية الملعب، لا، لما تحس أن في نظام وعارف مواعيد المباريات من بداية الموسم كده هتبقى أنت قاعد متشوق للماتشات، وهتستنى اليوم مثلا اللي بيلعب فيه الأهلي، هتستنى اليوم يعني الجمهور الأهلي هيستنوا ناديهم اليوم اللي هيلعب فيه، جمهور الزمالك كذلك، كل جماهير الأندية، فبالتالي هيبقى فيه إثارة ومتعة في بطولة الدوري لأن كل شيء مرتبط ببعضه والله طبيعي جدا. فبالتالي إن شاء الله نتمنى من اتحاد الكورة وبالتحديد بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن هو إن شاء الله يتدارك أخطائه، وده اللي إحنا عايزينه، وهو ده الهدف اللي بيسعى ليه كل الجماهير المصرية وكل المسؤولين في الأندية المختلفة في مصر، إن شاء الله نشوف موسم جديد وإن اتحاد الكورة يضع قواعد ولوائح يسير من خلالها هذا الموسم وتسير من خلالها المسابقة بالشكل الجيد وبالشكل الدائم على مدار المسابقه كلها، ما يتمش تغيير هذه اللوائح. فان شاء الله نتمنى كل التوفيق لاتحاد الكره خلال الموسم الجديد. فيتو ايضا بتتكلم عن اتحاد الكره وبتقول ان اتحاد الكره بيخاطب الانديه لتفعيل رابطه المحترفين خلال الايام، وده خبر في الحقيقه مهم قوي قوي قوي. ليه بقى؟ لما تشوف كده تجارب في الدول الاوروبيه بخصوص بطوله الدوري، خلينا نمسك مثلا انجلترا كده اللي هو ابرز دوري في العالم، هتلاقي ان في رابطه للانديه المحترفه هي اللي بتدير المسابقه، وعشان كده البطوله بتنجح بطوله الدوري. في مقابل الاتحاد الانجليزي بيبقى دوره اشراف بس، دوره الاهتمام ببطوله كاس الاتحاد الانجليزي اللي هي خاصه بيه، دوره الاهتمام بالمنتخبات وحل كل الامور الخاصه بالمنتخبات وكل المشاكل والعقبات اللي بتواجه المنتخبات المختلفه. فبالتالي هتبقى خطوه مهمه قوي، وبالتحديد بالتحديد نائب رئيس اتحاد الكره الكابتن احمد شوبير اللي هو هيتواصل مع المسؤولين في الانديه عشان يشوفوا كل نادي يشوف ممثل ليه يكون في الرابطه دي، عشان كل نادي لازم يكون ليه صوت في الرابطه دي، يكون ليه ممثل في رابطه الانديه المحترفه، والرابطه دي هي اللي تدير المسابقه وهي اللي تنظم المسابقه، مسابقه بطوله الدوري. وكمان ده هيكون بما يحفظ الحقوق التسويقيه والتجاريه لكل نادي، وبما يحفظ الحقوق التسويقيه والاعلانيه الخاصه باتحاد الكره، ده شيء طبيعي جدا، فاكيد هيكون في تنسيق مميز قوي، لو اتعملت الرابطه دي باذن الله باذن الله وتكون الرابطه من غير خلافات ومن غير ما حد يقول لك انا عايز انا ابقى رئيس الرابطه والكلام من ده، الموضوع يمشي بالتنسيق ما بين الانديه كلهم، هتلاقي بطوله مميزه جدا وهتلاقي دوري رائع جدا، ومش هتلاقي المشكلات اللي انت بتشوفها كل سنه في بطوله الدوري. نتمنى ان الخطوه دي تتعمل في
بطوله الدوري وبالتحديد فيما يخص رابطه الانديه المحترفه، لان ده باذن الله باذن الله هيعود بالنفع بكل تاكيد على الكره المصريه بشكل عام. نروح لسوبر كوره. سوبر كوره بتتكلم على تصريح للكابتن هاني رمزي واللي بيقول انه وديه غينيا النهارده هتكون مهمه قوي للاطمئنان على اللاعبين، وخصوصا وده شيء طبيعي جدا ان وديه النهارده هي الوديه الاخيره لمنتخب مصر قبل بطوله الامم الافريقيه. تتفق او تختلف على القائمه مش مشكله، تتفق او تختلف على الاستعداد لبطوله الامم الافريقيه مش مشكله، المهم ان في النهايه باذن الله ان احنا نشوف الشكل اللي احنا مستنيينه من منتخب مصر، وفي النهايه من الاخر كده نشوف البطوله موجوده في مصر، ان انت تحقق اللقب يعني كمنتخب مصر، وده اللي احنا مستنيينه ان شاء الله من المنتخب في الحقيقه. فبالتالي النهارده الوديه هتكون مهمه قوي الساعه 9 بالليل النهارده بالمناسبه، ماتش ودي اخير اكيد هيكون في تجارب كتيره جدا، وده على حسب طبعا تصريحات الكابتن هاني رمزي المدرب العام في جهاز المنتخب، وان هيتم تجربه بعض اللاعبين في بعض المراكز، وكمان تطرق لاسلوب اللعب ممكن يتم تغييره، كلها امور بتخص الجهاز الفني لمنتخب مصر، وهم اكيد ادرى بالشكل اللي هم هيكونوا محتاجينه خلال الفتره الجايه، والشكل اللي دوره هيؤدي لفوز منتخب مصر وبطوله الامم الافريقيه. نتمنى لهم يا رب يا رب كل التوفيق في تحقيق هذا اللقب واسعاد كل المصريين. طيب اليوم السابع بتقول بخصوص برضه مباراه منتخب مصر النهارده ان محمد صلاح هيشارك في المباراه في الشوط الثاني، وده فعلا لان محمد صلاح هياخد اكيد بعض الدقائق بالتحديد اخر ثلث ساعه مثلا في المباراه، يعني ده من دقيقه 70 كده ممكن محمد صلاح ينزل الملعب ويشارك في المباراه يستعد شويه كده لانطلاق البطوله يوم الجمعه القادم. واحنا عارفين محمد صلاح كان واخد فتره راحه كويسه بالنسبه له عشان يستعد للموسم الجديد، فبالتالي طبيعي جدا ان هو بيتم تجهيزه بدنيا بشكل تدريجي، هو عنده مخزون بدني بكل تاكيد ان هو كان بيشارك مع منتخب او عفوا كان بيشارك مع نادي ليفربول في بطولات مختلفه سواء دوري او تشامبيونز ليج اللي فازوا بيه، فالراجل عنده احتكاك قوي جدا وعنده مخزون بدني محترم يعني، فبالتالي هو بيكمل على هذا المخزون، وبالتالي كمان هيستعد بشكل اكبر من خلال مشاركته في المباراه اليوم بالتحديد في الشوط الثاني مع منتصف الشوط الثاني. بالمناسبه خليني اقول لحضراتكم التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراه النهارده امام غينيا. هيكون في حراسه المرمى محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الاهلي، في خط الدفاع عمر جابر، باهر المحمدي، محمود الونش، واحمد ايمن منصور. في وسط الملعب هيكون كل من محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد، ومحمد صلاح وتريزيجيه، والمهاجم الوحيد هيكون مروان محسن. ده التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراته الوديه الاخيره امام غينيا النهارده ان شاء الله. طيب خلينا نروح للوطن سبورت. الوطن سبورت بتقول ان النمساوي بينفي الانتقال للانتاج الحربي. النمساوي ده مين؟ هو النمساوي لاعب نادي نهضه بركان المغربي، ولاعب في الحقيقه مميز جدا ومدافع مميز جدا، فبالتالي خلال الايام اللي فاتت الانتاج الحربي كان بيسعى للتعاقد مع هذا اللاعب. في المقابل خرجت تصريحات النهارده الصبح للاعب عمر النمساوي، قال انه لحد دلوقتي ما انضمش للانتاج الحربي، وقال ان في طبعا تفاوض من هذا النادي وبعض الانديه الاخرى الانديه العربيه بشكل كبير، في اهتمام من انديه كتير بالتعاقد مع هذا اللاعب، في الحقيقه هو لاعب مميز جدا يمكن كلنا تابعناه في بطوله الكونفدراليه. بوابه الاهرام بتتكلم ان ميرور قالت، صحيفة ميرور طبعا الشهيرة، قالت ان صلاح بيرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس من اجل ليفربول، وبيتكلموا على ان كان في اهتمام كبير جدا من ريال مدريد ومن يوفنتوس في التعاقد مع محمد صلاح، وبيقولوا ان هم تواصلوا معاه بشكل او باخر، ان محمد صلاح رفض ان هو ينتقل لاي نادي منهم لان هو لسه عنده طموح مع ليفربول، وبالتحديد في تحقيق بطوله الدوري الانجليزي لان ده هدف للمدينه كلها ولكل جماهير ليفربول، فمحمد صلاح نفسه ان هو يحقق هذا اللقب يعني، لكن هي كلها اخبار حسب صحيفه ميرور الانجليزيه. فاعتقد يعني نسبه كبيره جدا محمد صلاح مكمل يعني في ليفربول، ونتمنى له كل التوفيق ان شاء الله سواء مع المنتخب او مع ليفربول في الموسم الجديد. كوره بتتكلم على تصريح بول بوجبا النهارده، وكانت مفاجاه كبيره قوي. مش مفاجاه قوي يعني، لكن كان في كلام كتير على انتقال بول بوجبا لريال مدريد، لكن الراجل حسم الامر خلاص ان هو هيرحل عن مانشستر يونايتد، بالتالي التكهنات بتزيد بخصوص بول بوجبا وامكانيه انتقاله لريال مدريد. احنا عارفين ان ريال مدريد اكيد محتاجه لاعب في نص الملعب، والكلام كان على بول بوجبا، وكمان كان على اريكسن لاعب توتنهام، لاعب وسط ملعب توتنهام،
فبالتالي الفرصه بقت كبيره جدا بعد تصريح بوجبا النهارده بان هو خلاص هيمشي من مانشستر يونايتد بعد قضائه 3 مواسم. على حد تعبيره كده قال ان 3 مواسم كان فيهم ايام كويسه وايام سيئه وكان فيهم بطولات وكان فيهم بعض الاخفاقات، لكن في نفس الوقت ومن وجهه نظر بول بوجبا شايف ان هو ده الوقت المناسب اللي ينتقل من خلاله لاحد الانديه الاخرى. طبعا هو ما قالش هو رايح فين، وده طبعا هيكون من خلال تفاوض طبعا مع مانشستر يونايتد، والمقابل المادي اكيد هيكون كبير في بول بوجبا، لكن التكهنات كلها بتقول ان ريال مدريد هي الاقرب للتعاقد في ظل اهتمام زين الدين زيدان المدير الفني ريال مدريد بالتعاقد مع بول بوجبا. اعتقد الموضوع ايام قليله وممكن بوجبا يكون لاعب رسمي في ريال مدريد، وهيبقى خبر مهم قوي وكويس جدا بالنسبه للمدريديه. سبورت 360 بتتكلم على ان برشلونه بيتمسك بخيط من الامل لخطف الهارب. الهارب اللي هم قصدهم مين؟ مش نيمار، لا هم قصدهم بديليخت. هتقول لي ازاي؟ ديليخت طبعا مدافع هولندا ومدافع اياكس امستردام، كان في البدايه في مفاوضات قويه جدا ما بين برشلونه واياكس، وكان الموضوع خلاص قرب ينتهي بشكل كامل والصفقه تنجح وينضم اللاعب لبرشلونه. لكن وكيل اللعب الريولا اعتقد هو اللي دخل في الصفقه، وكان موقوف وبعد كده تم رفع الايقاف عنه، فبالتالي جاب له عرض اكبر من باريس سان جيرمان، فبالتالي اللاعب اقترب لباريس سان جيرمان، فبالتالي برشلونه ما بيفقدوش الامل في التعاقد مع ديليخت، وخصوصا ان هو لاعب مهم ومميز جدا جدا في خط الدفاع، ولسه عنده 18 19 سنه، لكن ما شاء الله مقاوماته البدنيه والفنيه عاليه جدا جدا يعني. فاي نادي هينضم له ديليخت هتكون حاجه كويسه قوي بالنسبه له يعني، هتكون خطوه مهمه جدا من الناحيه الفنيه. اخر خبر هعلق عليه وهو خاص بكوره، واللي بتقول خلاص ان رسميا ساري مدربه ليوفنتوس. ساري طبعا المدير الفني الاسبق لنابولي والمدير الفني السابق بقى خلاص بعد النهارده لتشيلسي، واللي خد اليوروبا ليج مع تشيلسي وقدر ان هو يعمل موسم جيد، صعد الشامبيونز ليج. كان فيه هجوم شويه من جمهور تشيلسي على المدرب خلال بعض المباريات، لكن في النهايه الراجل ما خسرش كل حاجه في الموسم ده، قدر ان هو يصعد للتشامبيونز ليج، خد المركز الرابع على ما اعتقد او الثالث الدوري الانجليزي، فبالتالي تاهل مباشره. الرابع كان توتنهام، فبالتالي تاهل مباشره لبطوله التشامبيونز ليج الموسم الجاي، وكمان قدر ان هو يفوز باليوروبا ليج بعد ما لعبوا النهائي امام ارسنال، فالراجل يعتبر نجح نسبيا مع تشيلسي. لكن في نفس الوقت جاله عرض من يوفنتوس، النهارده يوفنتوس اعلنوا رسميا انضمام ساري وان هو بقى المدير الفني للفريق بدايه من الموسم الجديد، وبالنسبه هو مدرب كويس جدا، لكن كان في بعض الخلافات اللي ممكن كانت تكون موجوده ما بين ساري و اداره نادي تشيلسي، ودي ممكن تكون ادت بشكل او باخر لرحيل المدرب عن تشيلسي خلال الفتره اللي جايه. خلاص هو رسمي النهارده كان موجود او اصبح موجود على راس الاداره الفنيه لنادي يوفنتوس الايطالي. ويوفنتوس بالمناسبه اكيد عندهم اهداف كتير قوي قوي الموسم الجديد، نفسهم يحاولوا بطوله دوري ابطال اوروبا، خصوصا ان هم عندهم لاعب صاحب البطوله يعني يعتبر هو كريستيانو رونالدو، لعيب كبير جدا، فامالهم بتزيد واحده واحده، وبيحاولوا يجيبوا ويدعموا صفوفهم بشكل قوي عشان يقدروا يحققوا هذا اللقب، وده شيء اكيد هيكون مهم جدا بالنسبه ليوفنتوس. طيب دي كانت اهم وابرز الاخبار سواء المحليه، الاخبار العالميه، وكمان اخبار النادي الاهلي في الصحف والمواقع. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل مباشره هينضم لنا طبعا الاستاذ محمد السيد الناقد الرياضي بالاخبار المسائي عشان نتكلم في ملفات كتير جدا مهمه، ابرزها استعداد المنتخب المصري لبطوله الامم الافريقيه ومباراته الوديه اليوم. استنونا بعد الفاصل. بينضم لي في هذه اللحظات من خلال حلقه كلام في الميديا النهارده في فقره مهمه جدا 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 مع ضيف العزيز محمد السيد الناقد الرياضي بالاخبار. يا استاذ محمد منورنا ومشرفنا. شرف ليك، مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل الساده المشاهدين قناه الاهلي. اخبارك ايه؟ كله زي الفل يا امير، الحمد لله كله تمام. طيب عايزين نتكلم في امور كتير في الحقيقه جدا، لكن عايز ابتدي معاك بكابتن محمود الخطيب، وان هو تم اختياره سفير لبطوله الامم الافريقيه 2019 من قبل الكاف. مدى تعليقك عن هذا الخبر ومدى اهميته بالنسبه لرمز من رموز الكره المصريه زي الكابتن محمود الخطيب؟ انت بتقول رمز ومش اي رمز يعني. رمز كبير جدا للكره المصريه. من اهم اللعيبه في تاريخ الكره المصريه طبعا، ما كانش اهمهم على الاطلاق في الفترات السابقه. طبعا اختياره ده شيء طبيعي، شيء منطقي، البطوله على ارض مصر، كابتن محمود الخطيب
شيء كبير جدا للجماهير المصريه بمختلف انتماءاتها، مش جماهير الاهلي بس طبعا، بينال احترام وحب كبير جدا من كل الجماهير المصريه على مختلف ميولها. وجوده وارتباط اسمه بالبطوله الافريقيه ده شيء طبعا مميز بالنسبه له كرمز من رموز الكره المصريه، ويضيف برضه للبطوله نفسها على ارض مصر. متهيألي ما فيش يعني، كان في ممكن اسماء تانية تبقى موجوده، ولكن لو جينا قارنا او هيبقى اسم واحد او اختيار واحد، طبعا الكابتن محمود الخطيب اسم وسمعه كبيره جدا للكره المصريه والكره الافريقيه. طبعا اكيد طبعا كابتن محمود الخطيب نجم كبير جدا واسطوره للكره المصريه والاهلاويه وكل الشعب المصري طبعا بالتحديد فيما يخص كره القدم يعني. طيب عايز اتكلم بقى معاك عن مباراه المنتخب النهارده واستعداده الاخير لبطوله الامم الافريقيه ورؤيتك بشكل عام للاستعداد بالنسبه للمنتخب لهذه البطوله. هل الاستعداد حتى الان شايفه مناسب لبطوله قويه زي دي؟ بص، هو احنا مبدئيا اللي الجهاز الفني طلبه اتعمل. المعسكر ما تاخرش ساعه، الاختيارات الفنيه، الاختيارات الانضباطيه، حتى المواعيد، الكلام ده كله باختيار الجهاز الفني بقرار منه مستر اجيري، حتى راحات بعض اللاعبين زي محمد صلاح، زي محمد النني، زي بعض اللعيبه، ده بناء على قراره هو دون تدخل من اي حد. حتى كانت ازمه الدوري اللي كانت دايره وتاخير المعسكر يوم، تاخير المعسكر 3 ايام، الكلام ده كله تم رفضه من جانب الجهاز الفني وتم الموافقه على كده كمان. يعني تم الموافقه عليه وتم الاخذ برايه وبقراره ان المعسكر ينطلق يوم 6. بالفعل انطلق يوم 6، البرنامج اللي تم وضعه ماشي عليه الجهاز الفني باختياره هو، محدش قال له تختار مين، اختيارات اللعيبه نفسها، القايمه هو المسؤول عنها، مع اختلافنا في بعض الاسماء، ولكن طبعا دلوقتي خلاص الموضوع انتهى. معانا 23 لاعب في القايمه، دول اختيار الجهاز الفني. المباريات الوديه برضه الجهاز الفني هو اللي وضعها، هو اللي اختار المنافسين، المواعيد بتاعتها، فطبعا ما عندناش اي مبرر دلوقتي لاي حاجه. المنتخب دلوقتي داخل على بطوله على ارضنا ما عندناش فيها رفاهيه الاختيار. احنا لا، احنا بنلعب على البطوله بالظبط، احنا بطوله افريقيا دي احنا اصحاب الرقم القياسي فيها طبعا، وخصوصا بقى لما تتلعب على ارضك ما عندكش بديل، لا انت بتلعب على البطوله. الجهاز الفني دلوقتي بيعمل زي اختبارات، بيشوف لعيبه في المباراتين، مباراه تنزانيا يمكن تحفظنا على الاداء نوعا ما تمام. عنده النهارده تجربه ثانيه، انا شايفها تجربه او بروفه نهائيه للمباراه الاولى امام زيمبابوي في الافتتاح. هيبقى في النهارده شكل اميل للشكل الاساسي اللي هيلعب بيه في مباراه زيمبابوي، حتى لو ما كانش في بدايه التشكيل. يعني انا شايف النهارده ان هو هيبدا بتشكيل برده مش هو التشكيل الاساسي تمام. ولكن في اثناء المباراه هيتم بالتبديلات، هنوصل للشكل اللي هيلعب بيه في البدايه في مباراه زيمبابوي. يمكن النهارده برده صلاح مش هيبدا، مش هيبدا المباراه، هيشارك بالتاكيد طبعا، لازم هيشارك في جزء من المباراه. النني النهارده هيبدا، تريزيجيه النهارده هيبدا، وليد سليمان وعبد الله السعيد موجودين النهارده في التشكيل الاساسي برضو، من اللعيبه اللي نالوا رضا واشاده كبيره من المدير الفني مستر اجيري في المباراه اللي فاتت والتجربه اللي فاتت، هيبقى ليهم دور في البطوله ان شاء الله يعني. اكيد هنتكلم باستفاضه اكتر، بس خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل هذا الحوار الهام جدا مع الناقد الرياضي محمد السيد. بعد الفاصل استنوا. طيب بعد الفاصل لسه بنواصل هذا الحوار الهام جدا في الفقره الثانيه من حلقه كلام في الميديا النهارده مع الناقد الرياضي الكبير استاذ محمد السيد، وكنا بنتكلم عن منتخب مصر والاستعداد خلال الفتره اللي جايه، لكن بالتحديد كنا بنتكلم عن مباراه غينيا النهارده ومباراه كمان تنزانيا اللي فاتت. هل خلال الماتشين دول او بعد خلاص خلصنا المباراه الاولى المباراه الثانيه ممكن اعدل شويه في طريقه اللعب، ولا ده مش وقته؟ لان انا شفت تصريحات امبارح كده الكابتن هاني رمزي ان هو ممكن يكون في تعديل شويه في طريقه اللعب ويتم تجريب طريقه اخرى خلال المباراه النهارده. بص، هو منطقي ان الجهاز الفني بيبقى حاطط خطه واحد وخطه اثنين شغال عليها، ده استراتيجيته مع المنتخب. كويس. تغيير بقى واجراء تغييرات في التوقيت ده اعتقد صعب.
انت ممكن تتنقل من خطه واحد لخطه اثنين على حسب سير المباراه او على حسب المنافس اللي انت هتواجهه في البطوله بالزبط. ولكن انت اوريدي متدرب على الطريقه دي، انت شغال بيها فتره، اشتغلت بيها مباريات وديه، اشتغلت بيها مباريات رسميه الفتره اللي فاتت. اعتقد ان الخروج عن الاطار العام للمنتخب في التوقيت ده صعب، او تجربه بقى خطه جديده، احنا نقول بقى يلعب بخطه جديده اثنين مهاجمين وتفندر واحد او تلعب بثلاثه، لا اعتقد الامور دي صعبه دلوقتي. طبعا مفيش وقت ان انت تجرب خطه جديده خالص اللعيبه ما لعبتش بيها، ولكن زي ما بقول لك احنا ممكن بنلعب بالخطه الثانيه او بنجرب الخطه الثانيه في مباراه زي النهارده ومباراه تنزانيا لعبنا ده ممكن ما يعملش تشتيت شويه، مش تشتيت لان اي انت في اي منتخب او في اي فريق انت مع الطريقه دي او الطريقتين دول انت لعبت بيهم اوريدي قبل كده، متعود عليهم، انت اشتغلت بيهم قبل كده والجهاز الفني شغال بيهم في التدريبات، فانت مش بتعمل طريقه جديده بتعود عليهم اللعيبه، لا انت فعلا بتلعب بطريقتين. ويمكن احنا شفنا اجيري من بدايه ما مسك المنتخب الراجل بيلعب بشكل هجومي وبيقدر في اثناء المباراه في تغيير تكتيكي ممكن بيغير بطريقه اللعب، يعني احنا شفناه في البدايه بيلعب بعلي غزال قدام اثنين مساكين طريقه اميل لثلاثه بيحرر الجنبين او الطرفين طريقه اميل لثلاثه، وفي نفس الوقت ممكن في اثناء المباراه كان بيرجع بيلعب بالديفندر الثاني طريقه صريحه 4 4 2 صريحه او 4 3 3 على حسب سير المباراه، لا لعب بالطريقتين اشتغل بيهم اللعيبه واخده عليهم مفيش اي مشكله، انما بقى طريقه جديده بقى تغيير الهيكل او تغيير الشكل بصوره كبيره ده امر هيبقى صعب جدا. هو النهارده هيلعب بنفس استراتيجيته بنفس الشكل الفني اللي متعود عليه، مش هيبقى في تغيير كبير في شكل وطريقه المنتخب اللي احنا متعودين عليه الشكل الهجومي مع اجيري مع اختلاف بقى المنافس او مع اختلاف الهدف من المباراه او الظرف اللي انت فيه اثناء المباراه. مباراه تنزانيا قلقت الناس شويه من وجهه نظرك بعد الاداء والنتيجه الضعيفه شويه على فريق زي تنزانيا؟ كشكل هو المباراه الوديه احنا بنقول دايما الهدف منها او الاستفاده الكبيره منها ان انت بتجرب بعض العناصر او كويس. بتشوف طريقه او بتشوف توليفه معينه في مكان معين ده الهدف الاساسي بيبقى من المباراه الوديه. اعتقد الجهاز الفني ممكن اكيد طبعا استفاد منها، استفاد من بعض السلبيات اللي ظهرت له طبعا يشتغل عليها ويعالجها الفتره دي، استفاد من تجربه بعض الناس زي ما قلت لك، يعني وليد سليمان بعد فتره غياب بيرجع بيلعب، عبد الله السعيد بعد فتره غياب بيلعب، احمد علي بينضم لاول مره مع اجيري بيلعب مباراه وديه، بنشوف توليفه برضو حجازي ومحمود علاء في الدفاع مدى جدواها بتجربها، ما ده اقول لك الفايده من المباراه دي، ولكن كجمهور لا الجمهور ما اتبسطش من الاداء من التجربه. تنزانيا احنا متعودين احنا بنلعب تنزانيا بنكسب 5-6 و4 بتعمل سكور سواء ودي او رسمي فبتعمل عليها سكور بتعمل اداء كويس، الجمهور ما انبسطش من الاداء ما ظهرش امور فنيه اللي فيها الابداع، طبعا بنعذر ان في طبعا اغلب العناصر الاساسيه ما كانتش موجوده، يعني يمكن المباراه دي شهدت زي ما بقول لك العناصر اللي ما انضمتش تاخد برضو الاجواء بتاعت المنتخب اللي يحصل الانسجام ما بين لعيبه منضمه حديثا ولعيبه موجوده قبل كده، بيجرب في كذا حته، بيجرب في الباك الشمال ايمن اشرف، بيجرب احمد ايمن منصور، ففي بعض الامور اللي بتفيد الجهاز الفني ولكن ما تمتعش الجمهور. اعتقد النهارده الجهاز الفني هيبقى قدامه هدف ان هو يطمن الجمهور شويه، يعمل اداء في المباراه، طبعا منتخب غينيا اقوى من منتخب تنزانيا فهتبقى تجربه افيد وللمتابعه او للجمهور هيشوف اكتر المنتخب شكله. نبي كيتا طبعا صديق وزميل محمد صلاح طبعا، وبالمناسبه يعني هو استقبله بهديه، انا سمعت النهارده ان هو استقبله بهديه النهارده في المعسكر قبل المباراه، ففيها لعيبه مميزه غينيا طبعا يعني اقوى من منتخب تنزانيا، اعتقد انها تبقى تجربه اقوى تجربه افيد للمنتخب، خصوصا انت هتجرب فيها بقى النهارده العناصر الاساسيه زي ما قلنا، هتجرب فيها الشكل اللي هتلعب بيه مباراه الافتتاح، مباراه طبعا مباراه زيمبابوي لو اتكلمنا هنتكلم ان هي مباراه لازم بتقدم فيها صورتك وشكلك وتهديد للمنافسين اللي معاك في البطوله، لا البطوله دي على ارضي انا هكسب، انا هدفي الوحيد ان انا افوز بالبطوله، بتوجه جرس انذار للفرق اللي معاك في المجموعه، الفرق المنافسه في مجموعات ثانيه، فاعتقد التركيز كبير جدا دلوقتي على النهارده البروفه بتاعه النهارده ان انا اطلع منها باستفاده، والتركيز اكتر على المباراه الرسميه الاولى طبعا. هل نقدر نستنتج
تشكيل منتخب مصر اللي ممكن يبتدي او بعض العناصر اللي خلاص حجزت مكان اساسي في تشكيل منتخب مصر في البطوله؟ بص، هو بكل تاكيد الجهاز الفني استقر على التشكيل الاساسي بخلاف مباراه النهارده. خلاص تمام. يعني الموضوع انتهى. تشكيل مباراه زيمبابوي دلوقتي في كراسه اجيري زي ما بيتقال، مش هيخرج عن التشكيل اللي اقوله لك. اعتقد منافسة ما بين احمد الشناوي ومحمد الشناوي في حراسه المرمى ما زالت قائمه، على عكس ما الناس بتقول وجزمت بواحد منهم الناس النهارده. من دلوقتي باحمد الشناوي النهارده لو احمد الشناوي لعب جزء من المباراه الشوط الثاني النهارده، اللي هيبدا محمد الشناوي تمام. في مباراه غينيا لو لعب احمد الشناوي جزء او الشوط الثاني، اقدر اقول لك ان احمد الشناوي هو الحارس الاساسي في البطوله. تمام. احمد المحمدي طبعا اساسي في الظهير الايمن. عندنا بنتكلم في محمود علاء واحمد حجازي، وينافس باهر المحمدي النهارده. ينافس باهر يعني مش باهر محمود الاساسي؟ لا مش باهر الاساسي. محمود هو حجازي اساسي. حجازي اساسي طبعا، ده لا خلاف عليه. الثاني محمود علاء هو الاقرب. برضو النهارده هيحسم قصه الظهير الايسر يمكن ايمن اشرف، بعديه احمد ايمن منصور. مين افضل من وجهه نظرك؟ يعني مين اللي هيكون افيد للمنطقه؟ احنا ايا كان مين اللي هيلعب فيهم احنا بنسال. طبعا الاثنين لعيبه كويسين، الاثنين مميزين جدا. الاثنين مميزين، الاثنين يقدروا يعملوا الكلام. دي وجهه نظر بقى للجهاز الفني. مين أقرب؟ مش عايزين نقول الاقرب ايمن اشرف. ايمن لسابق اشرف لسابق لعبه مع اجيري. فاهم طريقه لعبه، لعب معاه قبل كده مباريات رسميه ومباريات وديه، مع النادي الاهلي، خبرات الافريقيه مع الاهلي ومع المنتخب، انه لعب طوال فتره اجيري. ايمن اشرف هو الظهير الايسر لمنتخب مصر. طبعا الديفندر لا خلاف على النني وطارق حامد. ثلاثي الهجوم اللي تحت راس الحربه محمد صلاح، عبد الله السعيد، تريزيجيه، راس حربه مروان محسن. ده اعتقد ده التشكيل اللي هيبدا بيه مباراه زيمبابوي، الا بقى لو حصل طبعا يعني امور خارجه عن الاراده او اي شيء طارئ. اتمنى ان شاء الله ما فيش حاجه، ولكن طبعا ان شاء الله ما فيش حاجه. فده التشكيل الاقرب. في لعيبه تاني بقى في الحسابات، يعني زي ما قلنا وليد سليمان موجود من الاشاده، احمد علي الراجل اجيري مقتنع بيه كراس حربه، ممكن يكون ليه دور في البطوله. دونجا طبعا هو البديل الوحيد في مركز الديفندر سواء للنني او لطارق حامد. في زي ما قلنا بقى باهر المحمدي موجود في الدفاع، في عمرو ورده برده من اللعيبه اللي بيحبها اجيري وهيبقى مكانه مكان عبد الله السعيد. يعني برده ممكن نتفاجئ بان نلاقي عمرو ورده هو اللي بيبدا اساسي في مركز صانع اللعب، او يكون هو ورقه بديله مع عبد الله السعيد في المركز ده. تمام. حسب المباراه وحسب المنافس زي ما بنقول. مين بديل تريزيجيه؟ مين بديل تريزيجيه؟ تريزيجيه؟ لا قدر الله، يعني لو تريزيجيه اتعرض لاصابه لا قدر الله. ده احنا مش عايزين نتكلم بقى في الاختيارات نفسها. لا انا مش بتكلم في الاختيارات، احنا بنتكلم من خلال القائمه الموجوده. مين اللي ممكن يحل محل تريزيجيه؟ ورده بيلعبها برضه. ورده بيلعبها في المنطقه دي، بيلعبها كويس. بيلعبها كويس. هو لعيب مميز في الحقيقه ورده، وعنده وتم تجربته المباراه اللي فاتت في المكان ده. بالظبط. وقدم مباراه كويسه. قدم مباراه كويسه في المكان ده. طيب هل انت متفائل بمشوار منتخب مصر لبطوله الامم الافريقيه، ولا شايف الفرص ممكن تكون صعبه للمنتخب في ظل تواجد منتخبات قويه جدا زي السنغال زي المغرب؟ شايف الامور ممكن تمشي ازاي بالنسبه لمنتخب مصر؟ بس احنا اتكلمنا على ان البطوله في مصر، فلازم طبعا التفاؤل، لازم ان احنا بنشد من ازر اللعيبه، لازم ان احنا بنتكلم بايجابيه كبيره جدا، وهم يكون عندهم الاحساس ده ان هم بيلعبوا على البطوله. كويس. دي لا خلاف عليها. فكره البطوله والمنافسه، لا في منافسه قويه، الموضوع مش سهل. احنا مش هنلعب على ارضنا، الكاس هتجيلنا هناخدها واحنا قاعدين. لا طبعا الموضوع ده مش موجود. في منتخبات قويه جدا، يمكن كنا بنتكلم في قبل الفاصل. في منتخبات السنغال، في المغرب، في نيجيريا، في تونس، كل دي طبعا منتخبات قويه جدا، في الكاميرون. كل دي منتخبات قويه وهدفها برضو الحصول على اللقب، ومواجهه اي منها في الادوار بقى الاقصائيه النهائيه زي دور الثمانيه او قبل النهائي هتبقى مباريات صعبه وصعبه جدا. انت معاك الافضليه طبعا، معاك منتخب قوي، احنا معانا محمد صلاح يمكن احسن، هو احسن لعيب في العالم، هو احسن لعيب في العالم واحسن لعيب افريقي طبعًا. وطبعا وجوده مصدر قوه لاي فريق موجود معاه، زائد القوه الاكبر اللي انا شايفها اكبر بقى ملعبك وجمهورك والاجواء اللي انت فيها والاهتمام طبعا من الدوله والاهتمام السياسي والاهتمام. مفيش طبعا دلوقتي صوت يعلو في مصر فوق صوت المنتخب وكاس الامم الافريقيه والخروج بشكل يشرف مصر طبعا كتنظيم وكمنافسه وكلاعب، وطبعا كل حاجه احنا يعني الدوله بتسخر كل حاجه للمنتخب طبعًا ولانجاح البطوله.
فمتفائلين طبعا بمسيره المنتخب انه هيصعد وهيكمل وهينافس بكل قوه، ولكنها منافسه مش سهله. مش سهله؟ مش سهله. طيب خلينا ناخدها مرحله مرحله. المنافس الاقوى لمنتخب مصر في مجموعته من وجهه نظرك ممكن يكون انهي منتخب فيه؟ احنا معانا ثلاث منتخبات انا شايفهم شبه بعض. شبه بعض؟ اه. ودي على فكره من مصادر الخطوره، ان المنتخبات ما فيش فيها العنصر المميز اللي انت تقول عليه، ما فيش فيها منتخب فارق عن الثاني بصوره كبيره. طبعا. يعني لو بنتكلم عن زيمبابوي، زيمبابوي عامله نتائج وديه كويسه جدا. يعني الكونغو طبعا اسم كبير برضو. من المنتخبات الكبيره. هي طبعا مش في حالتها الفتره دي، ولكنها تظل من المنتخبات الكبيره. بالزبط. منتخب اوغندا كلنا عارفينه وواجهناه، ومنتخب من المنتخبات برضو اللي لا يستهان بيها. أكيد. فانت بتتكلم في ثلاث منتخبات مش منتخبات ليفل اول، مش عاليين، مش مرعبين، ولكنهم برضو مش منتخبات ضعيفه، مش المنتخبات اللي انت تكسبها دلوقتي وانت مستريح، او تكسبها بسكور او لا، بالعكس المنتخبات لازم يتعمل لها حساب كويس جدا. انت افضل منهم طبعا بمراحل بمراحل. في فروقات كبيره كويس، ولكنها منتخبات اللي هي السهل الممتنع. طب هل كان الافضل ان احنا يكون معانا مجموعه قويه مثلا ومن خلالها منتخب ياخد على الماتشات القويه تحسبا لوصول الادوار بعيده في البطوله، ولا الافضل ان انت تبتدي البدايه دي بمجموعه في المتناول زي ما بنقول كده، مجموعه ممكن تكون سهله شويه؟ لا، هو الافضل ان احنا ما نبصش للكلام ده خالص، ونقول المنتخب اللي عايز يفوز يكسب اي حد، يكسب اي حد. ما نظرش دلوقتي ان انا هلاعب مين او احط في حساباتي مين صح قوي صح مين ضعيف. لا، انا هكسب البطوله. اذا اي ممكن اواجه اي منتخب، ممكن اواجه اقوى منتخب، سواء بقى قابلته في النهائي او سواء قابلته في الدور الاول، فانا هواجه منتخبات قويه. كويس. لازم احط في حسباني مباراه ان انا بعدي منها. لا، انا هدفي المكسب، هدفي البطوله. اللي هدفه البطوله ما بيبصش للحاجات دي، ما بيبصش للحسابات دي. انا اكسب واتصدر مجموعتي واصعد العب. احنا مفترض هنلاعب احسن توالت من المجموعه الثالثه او الرابعه. فبرضه هتبقى يعني الموضوع برضه هيبقى سهل او في المتناول، ولكن برضه انا ما ببصلهاش كده. انا المهم ان انت تصعد اول مجموعه عندك انت. أصعد الاول. لازم. طب ما هوش ده منطقي، انت بتلعب على استاد القاهره بالحضور الجماهيري والتذاكر نفذت بتاعت مباريات مصر. فطبعا انت ما عندناش بديل، لازم هنصعد ان شاء الله اول مجموعه. هنواجه ثالث المجموعه الثالثه او الرابعه، برضه هتبقى مواجهه مش صعبه. هتبتدي الصعوبه من دور الثمانيه. نتخطاه ان شاء الله برضو قبل النهايه، يبقى مواجهه صعبه. فانت هتقابل منتخبات قويه في طريقك. سواء بقى قابلتهم في الاول او في الاخر، فانت هتقابلهم ان شاء الله يكون في حسبان اللاعبين والجهاز الفني ان انا بلعب للمكسب قدام اي منتخب، ويكون عندهم الروح والحافز القوي ان انا اجيب البطوله دي لاسعاد الشعب المصري كله. طبعا اللي مستني الحدث الكبير ده، الحدث اللي احنا بطوله افريقيا زي ما بتقال بتحبنا. أكيد. واحنا بنحب بطوله افريقيا. يعني احنا طبعا اصحاب الرقم القياسي فيها سبع مرات. فاحنا نحس ان بطوله افريقيا بتحب منتخب مصر، ومنتخب مصر بيحب بطوله افريقيا. فده ان شاء الله تتكلل بالنجاح ونكمل، ويوم 19 نحتفل طبعا ان شاء الله. ان شاء الله هناخد البطوله. يعني من وجهه نظرك متفائل؟ يعني ان شاء الله متفائل. ان شاء الله ان شاء الله. انا عن نفسي والله متفائل يعني باذن الله. لازم نتفائل، ولازم نتكلم بايجابيه طبعا الفتره دي. أكيد. نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في مشواره في بطولة الأمم الأفريقية. لكن بالمناسبة برضه يعني المباراتين اللي بيلعبهم منتخب مصر استعدادا لهذه البطولة، خلاص مباراة تنزانيا خلصت عندك غينيا. من وجهة نظرك كنت شايف إن المنتخب الأفضل إن هو يلاعب منتخبات قوية قبل البطولة، ولا ده شيء إيجابي تدريجيا استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية، وخصوصا إن أنت معكش مجموعة قوية؟ إن إحنا معناش مجموعة قوية، ده اللي خلاني أسألك السؤال ده. ان انت تستعد للمجموعه دي المتوسطه المستوى بمنتخبات في مستوى تنزانيا وغينيا، ولا كان الافضل انك تلاعب منتخبات اقوى من كده بكتير وتستعد بشكل جيد؟ بص، هي مدارس مبدئيا. يعني هي هو مفيش وجهه نظر صح وجهه نظر غلط. كويس. او كل طبعا وجهه نظر ليها احترامها، ولكن انا بميل اكتر للاختيار اللي حدث فعلا بالفعل، ان انا اقابل منتخبات في المتناول. كويس. زي تجارب. اشتغل تصاعدي، خصوصا ان المجموعه زي ما بتقول مجموعه ما هياش صعبه قوي. منتخبات يمكن في مستوى غينيا برضو في نفس المستويات دي. فان انا اخد الامور بتجربه اكتر، اهتم بالجانب الاستعداد، التجربه، الكلام ده كله، ده انا اميل لكده.
اميل ان انا اواجه منتخبات في المتناول، منتخبات متوسطه المستوى، ما هياش ضعيفه قوي، ما هياش قويه، خصوصا قبل البطوله بايام. يعني احنا بنتكلم في المباراتين دول، المباراتين دول اسبوع قبل البطوله. فانا اميل للمدرسه دي او اميل لوجهه النظر دي. يمكن كان قبل كده كنت لا اواجه منتخبات قويه. يمكن احنا واجهنا نيجيريا في اخر تجربه قبل تنزانيا، طبعا تجربه قويه جدا خضناها هناك في نيجيريا، خسرنا واحد، كانت من التجارب القويه طبعا. كنت اتمنى ان يبقى في تجربتين او ثلاثه كمان في نفس المستوى في التوقيت ده، يكون في فتره زمنيه كبيره قبل البطوله اجرب نفسي. ازاي طب كنت هتعمل فتره؟ ما هي بقى ما هي مش الدوري لسه ما هي المشكله بقى ان ما فيش اوقات، او ما فيش طبعا ما كانش في وقت في الفتره دي. ولكن ده كان تصوري او ده رايي، يعني ان انت قبل البطوله بفتره كبيره تواجه المنتخبات القوية، تشوف انت واقف فين، تشوف انت مشكلتك فين، تشتغل عليها الفترة اللي جاية. ولكن قبل البطولة او قبل البطولات الرسمية الافضل من وجهة نظري ان انا اقابل المنتخبات المتوسطة المستوى. طيب من وجهة نظرك شايف مشكلة المنتخب فين دلوقتي؟ لا ان شاء الله ما فيش مشاكل. لا يعني في المراكز، يعني انت مثلا الان من مركز كذا مثلا، ده ممكن يكون نقطة ضعف المنتخب المصري، لازم الجهاز الفني يشتغل على الحتة دي من خلال متابعتك. انا برضو مش عايز اتكلم عن امور سلبيه دلوقتي او مراكز سلبية. لا بالعكس، احنا بنحاول يعني نحاول نخلي المنتخب ياخد باله من النقاط الضعف، يعني بنتكلم فنيه يعني. هو اكيد طبعا مركز راس الحربه من المراكز اللي احنا بنتكلم عليها بقالنا فتره كبيره جدا، من المراكز اللي كانت محتاجه شغل او محتاجه عناصر جديده. ممكن تواجد منافسه ما بين مروان واحمد علي وكوكا يخلق نوع من الـ ارتفاع المستوى شويه في البطوله. الجبهه اليسرى طبعا من الجبهات اللي برضو فيها كلام كتير قتلت بحثا واتكلمنا فيها كتير، ولكن برضو تم الاختيارات خلاص دلوقتي واحنا واقفين وراها. طبعاً ما فيهاش طبعاً. ما فيهاش كلام. دي برضو من الجبهات. انا بتكلم على جبهه كمان، مش الظهير بس، بتكلم على جبهه الظهير والبديل. زي ما انت اتكلمت، البديل بتاع تريزيجيه لو في اي مباراه في ايقاف، في لا قدر الله في اصابه او حاجه، فانا بتكلم عن جبهه ككل. لان الجهاز الفني بيشتغل بنظام الجبهات، يعني بنشوف احمد المحمدي بيبقى معاه ورده، او بيبقى معاه محمد صلاح، او بيبقى معاه اي من بيلعب في المكان ده. بيبقى في زي جبهه، بنشوف احمد المحمدي بيوصل للخط وبيعمل اوفرات، بنشوف ايمن اشرف بيتقدم. الماتش اللي فات ده اتقدم كتير قوي. بالظبط. فهنتكلم على جبهات. فالجبهه اليسرى برده كانت محتاجه شغل، وظهر برده في المباراه اللي فاتت ان هي محتاجه شغل. اعتقد ان الجهاز الفني اشتغل عليها. حته قلبين الدفاع محتاجة تركيز، محتاجة تدريبات الفترة اللي جاية. منتخبات أفريقيا بتتميز بالسرعة، كرات الثابتة تبقى مشكلة بالسرعة وكمان السرعة، يعني في الهجمات المرتدة أو المباريات اللي أنت بتبقى بتواجه فيها منتخبات قوية. لا، في برضو منطقة القلب دي محتاجة شغل مننا الفترة اللي جاية. طبعا خبرات كبيرة طبعا لأحمد حجازي موجود، وأحمد المحمدي أو محمود العلاء يعتبر برضو عنده خبرات كبيره، سواء منتخب اولمبيا او منتخب اول، ففي خبرات في المكان ده. نتمنى ان هم يبقوا في مستواهم او في المستوى اللي احنا نعرفه عنهم اثناء البطوله، والمنطقه دي برضو تبقى مؤمنه بشكل نص كويس. الملعب طارق حامد مفيش خلاف عليه، تمام، لكن ممكن الخلاف شويه عند الجمهور المصري على النني ولا دونجا. الخبرات اكيد في كفه النني، ترجح كفه النني، لكن هل ممكن نشوف مفاجأة بمشاركة دونجا من جوار طارق حامد في نص الملعب؟ هل دول ممكن يكون الأنسب، ولا أنت شايف إيه من وجهة نظرك؟ ما أعتقدش. يعني أنا برضو أنا اللي أنا شايفه النني وطارق حامد دول خلاص، إحنا بنتكلم في الجزئية دي من سنين. حتى من أيام كوبر كنا بنقول طب النني هيقعد إمتى ويلعب مين مكانه، مع اختلاف بقى العنصر الثالث اللي موجود بالزبط. بنتكلم في الجزئية دي، ولكن كله أجمع سواء كوبر أو أجيري أجمعوا إن على الثنائية دي مفيش ليها بديل. حتى اختياره في القايمة مختار بديل واحد، يعني ده برضو من الامور اللي اتكلمنا عنها اثناء اختيار القائمه. انت ازاي ده اهم مركز في المنتخب واكتر مركز فيه التحامات، كان عندك لعيب حلو قوي ممكن تاخده، السولية بصراحه. السولية طبعا اتكلمنا عنه طبعا، كان يبقى موجود طبعا، اختيار كان يبقى كويس جدا، خصوصا المكان ده زي ما بقول لك اكتر مركز فيه التحامات، فيه انذارات، فيه اصابات. بالظبط. فكنت محتاج بديل تاني مع دونجا في البطوله دي، ولكن خلاص هو دونجا دلوقتي موجود يقدر يحل. يعني دونجا طبعا من اللعيبه كويسه جدا، يقدر يحل طبعاً مكان طارق حامد، ويقدر يحل مكان النني طبعا حسب بقى وجهه نظر الجهاز الفني. هيبقى ليه دور في البطوله
ده لو سؤال، هو بالتاكيد هيبقى ليه دور في البطوله، لان زي ما بقول لك المركز ده مش هينفع تكمل بيه البطوله كلها بالاثنين بس بدون دخول لعنصر ثالث معاهم، سواء بديل سواء في مباراه مثلا. ممكن يكون التفكير في عبد الله السعيد في المكان ده، خصوصا ان هو كان بيلعب في المكان ده سواء مع النادي الاهلي او في بعض المباريات مع بيراميدز، كان الراجل بيشارك في نص الملعب جنب اللعيب في نص الملعب كديفندر يعني. هو لعب فيها ممكن طبعا. ممكن يكون في تفكير بالنسبه لعبد الله السعيد، وممكن ان انت تبتدي بواحد من الثلاثه يعني طارق حامد او النني او دونجا، تبتدي بواحد بيهم ويكون معاهم عبد الله السعيد مثلا. ده ممكن طبعا في مباراه انت ممكن تكون محتاج فيها زياده او كثافه هجوميه، ممكن تلعب باثنين قدام واحد زي ما انت بتقول، ممكن يبقى طارق حامد موجود لوحده وقدامه مثلا ورده وعبد الله السعيد مثلا. دي تبقى دي ده طبعا اختيار، ولكن التدريبات كلها من خلال المتابعه عبد الله السعيد بيتم تجربته في المكان اللي هو تحت راس الحربه، اللي هو مكانه صانع اللعب اللي هو مكانه دون، هو وعمرو ورده. ممكن في مباريات زي ما قلت لك يتم الاستعانه بالاثنين مع الاستغناء عن احد حسب نتيجه المباراه، حسب نتيجه المباراه وهدفك منها، او ممكن اثناء سير المباراه وانت شغال محتاج كثافه هجوميه، محتاج تعوض، محتاج تجيب هدف، فممكن تلجا للجزئيه دي، بتسحب لعيب من الديفندرات وبتنزل مثلا عمرو ورده او عبد الله السعيد، يبقوا الاثنين قدام طارق حامد. دي ورده فعلا اثناء البطوله. بخلاف محمد صلاح، تتوقع تالق مين من نجوم منتخب مصر؟ اعتقد تريزيجيه. تريزيجيه تريزيجيه من اللعيبه المهمه جدا في منتخب مصر، وبيأدي مستويات رائعه مع قاسم باشا التركي النادي بتاعه طبعا، ومع منتخب مصر في اثناء التصفيات، يمكن من العوامل المهمه جدا والمؤثره جدا في منتخب مصر اثناء تصفيات كاس العالم وتصفيات افريقيا كان تريزيجيه طبعا مع طبعًا. محمد صلاح طبعا النجم الاول طبعا، لا خلاف عليه طبعا، ما فيش اي خلاف عليه، ولكن تريزيجيه من اللعيبه المهمه جدا. اتمنى ان يكون مروان محسن في حالته، يبقى من اللعيبه المؤثره. مروان محسن مهاجم كويس جدا، فترة كان ماشي كويس في الحقيقه، حتى لو بينزل بديل بيأدي بشكل كويس. فنتمنى ان هو يكون عنده مستواه، لو هيظهر بمستواه المعروف عنه هيبقى لعيب مؤثر جدا من اللعيبه الكويسه. عمرو ورده اعتقد هيبقى مفاجاه، هو ودونجا هيبقى ليهم ادوار برضو اثناء البطوله بشكل كويس. احمد المحمدي من اللعيبه اللي اتظلمت اعلاميا سنوات كبيره جدا، ولكنه من اللعيبه المحافظه على مستواها فترات كبيره جدا، بيقدم مستويات رائعه لما بيجي يطلب منه انه يبقى موجود مع منتخب مصر، وهو النهارده قائد منتخب مصر او الكابتن. ما سمعناهوش عمل مشكله قبل كده ان هو ما لعبش مع منتخب مصر، كان بيجي لعيب محترف، كان بيجي ممكن بيقعد بره التشكيل وبره القايمه ساعات، ما شفناهوش عمل اي ازمه اي مشكله. لو لعيب محترف تاني كان ممكن يقول لا انا طالما انا باجي وبيتم استدعائي لازم يتم الاعتماد عليها بصوره اساسيه، ولكن لما بيتم الاستعانه بيه بيقدم مستوى كويس جدا. المنتخب اللي ممكن يكون مفاجاه في البطوله مين؟ انا شايف مالي منتخب مالي. مالي منتخب قوي جدا، بيضم عناصر كويسه جدا، وشايف ممكن يكون هو الحصان الاسود في البطوله دي. خصوصا مجموعته يعني مجموعه متوسطة برضو، معاه تونس ومعاه أنجولا وموريتانيا، يقدر يصعد منها بسهولة تاني مع تونس مثلا، فأتوقع له أنه يبقى مفاجأة في البطولة دي. في منتخبات تانية ممكن تظهر بمستويات جيدة، زي مثلا أول مرة تشارك أو كده، زي مدغشقر، موريتانيا، أنجولا، ولكن مش هيوصلوا لمستويات كبيرة. تمام، مش ادوار بعيده يعني. لا مش هيوصلوا بعيد يعني. اكيد نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه، وكلنا اكيد ورا المنتخب بنساندهم بكل قوه عشان اللقب باذن الله يتحقق للمصريين، والشعب المصري يفرح باذن الله من خلال البطوله اللي جايه، ويبقى اللقب رقم 8 في تاريخ منتخب مصر. بخلاف بقى المنتخب، نروح لملف اخر وهو خاص بالنادي الاهلي. والفتره دي كلام كتير جدا على التعاقدات، كلام كتير جدا اكيد في فتره اعداد قويه للنادي الاهلي في اسبانيا. كيف ترى هذه الفتره بالنسبه للنادي الاهلي، وكيف يستعد النادي الاهلي للموسم الجديد من وجهه نظرك بدايه بتحديد الموسم الجديد؟ بعد كده نتكلم في الصفقات. بص، احنا عندنا اشكاليه في مصر كلها. تمام، فانت دلوقتي بتستعد للموسم الجديد ولا تستعد لختام الموسم اللي احنا فيه؟ دي مشكله، واحنا مش عايزين نتكلم في المشاكل دي دلوقتي. في مباراه ما مش مشاكل، ما عشان ما ده برضو ياثر في الاستعداد وياثر التفكير بتاع مجلس الاداره او تفكير اللعيبه او تفكير الجهاز الفني. صح. انا داخل على مرحله فيها مباراتين يحسموا بطوله، مجهود سنه هيتحسم في مباراتين في خلال اسبوع، المقاولين والزمالك. صح. فلما اقول دلوقتي بقى انسى اللي فات واستعد الموسم الجديد، صعب، انا عندي بطوله. صح. فانا بستعدل، فدي الاشكاليه برضو، انت بتستعد. ده كان مكمن الازمه. وده اللي مخلي مجلس الاداره
عنده في مشكله. طب انا دلوقتي عايز ارتب زي ما انت بتقول الصفقات ومين هيمشي ومين هيجي، هل انا ينفع دلوقتي امشي لعيبه وانا عندي مباراتين بيحلموا دوري وعندي بطوله كاس؟ لا طبعا مش هينفع. هل ان انا دلوقتي اقول الجهاز الفني ماشي او قاعد؟ لا طبعا مش هتقدر. فانت دلوقتي مكمل بالجهاز الفني الحالي؟ طبعا مكمل، هيعمل فتره اعداده أكيد. ودي تعتبر فتره اعداد للموسم الجديد، لان انت ما عندكش دلوقتي رفاهيه اختيار. صح. دي فتره اللي انت ممكن تقدر فيها تعمل فيها فتره اعداد، تعمل فيها مباريات وديه، تقيم اللعيبه الموجوده، تشوف مين منها هيمشي مين منها هيقعد، تشوف احتياجاتك ايه بالنسبه للصفقات، تبدا تشتغل على الصفقات بتاعتك بالنسبه برضو للموسم الجديد اللي لسه برضو ما عرفناش هيبدا امتى، ترتيب مبارياته ايه، هينتهي امتى، نعرف امتى. ده في انتظاره ما تخلص البطوله بقى ان شاء الله. ممكن يعني. ان شاء الله وارد يعني ان شاء الله. طب بالنسبه للصفقات، كلام كتير جدا على الصفقات بخصوص النادي الاهلي، على عهدتك انت ممكن يكون النادي الاهلي اقترب من حسم صفقات مين مثلا؟ كلام على عهدتك انت. محمود متولي مدافع الاسماعيلي من الصفقات اللي الاهلي بيشتغل فيها بقوه، يمكن طبعا عشان ما اتكلمش برضو بشكل رسمي، ما فيش شيء رسمي، مفيش حاجه رسميه، ما فيش فاكس اتبعت للاسماعيلي رسمي، ولكن في رغبه بالنسبه لمحمود متولي. في طبعا بعض اللاعبين التانيين بيتم متابعتهم، يمكن ممكن نقول بعض في طاهر، محمد طاهر من المقاولين كان برضو كويس. صفقه كويسه وكان بيتم متابعته من يناير اللي فات، وكان قريب ان هو يبقى في فعلا مفاوضات رسميه وتنتهي لصالح الاهلي، ممكن ينضم ولكن تم تاجيل الموضوع. ده برضو من الناس القريبه. في طبعا هيبقى في حوالي 3 او 4 لعيبه كمان في نص الملعب، في الدفاع هيبقى في صفقه ثانيه، في مهاجم دلوقتي الكلام على مهاجم هيبقى من امريكا اللاتينيه، وده طبعا هيدخلنا في موضوع ثاني. طب مين هيمشي من الاربعه الاجانب؟ الكلام على بعض اللعيبه ده اللي بقول عليه فيها ازمه. طب انا دلوقتي هقول للعيب ماشي او افوض لعيب اجنبي ازاي وانا لازم امشي لعيب؟ فطبعا الموضوع ده برده مؤجل، ولكن هيبقى في احتمال كبير صفقه لمهاجم اجنبي سواء افريقي او من امريكا اللاتينيه. مهاجم يعني ما فيش كلام طبعا، المكان ده الاهلي بيحتاج منه وفره في اللعيبه. تمام. بيشارك في بطولات، بتشارك في بطولات افريقيه، بتشارك في الدوري، بتشارك في الكاس، بتشارك في كذا بطوله، محتاج المكان ده بالذات. ده اللي بيترجم لك الاداء او الشكل بتاع الفرقه في الملعب، بيترجمه لك. احنا الاهلي كان بيعاني الموسم اللي فات معاناة كبيرة جدا من إضاعة الفرص، من السيطرة طوال المباراة، وبتيجي بتهدر فرص بتضيع عليك يمكن بطولات مش مباريات. فأعتقد دي الأماكن اللي الأهلي بيتكلم فيها أو داخل فيها مفاوضات. في طبعا لستة طويلة عريضة من اللعيبة موجودة، لو قعدنا نرص أسامي في أسامي كتير جدا. ولكن الأهلي متعودنا إن هو بيشتغل واحد اتنين تلاتة، رقم واحد بيبدأ يشتغل عليه الأول في كل مركز او في كل مكان بيحتاجه، بيحط واحد اثنين ثلاثه. فاحنا لو قلنا الثلاث لعيبه هو فعلا الاهلي دول في حسابات الاهلي، ولكن هو مش هيضم الثلاثه، مش هيضم الثلاثه، لا في رقم واحد، في رقم اثنين، في رقم ثلاثه، حسب مجريات المفاوضات. بالظبط. وده اي اداره محترفه طبعًا واي اداره بتفكر بتحط خطه واحد اثنين ثلاثه، الخطه البديله ايه لو انا ما نجحتش في ضم اللعيب رقم واحد ده على طول؟ بنتقل لرقم اثنين على طول. استاذ محمد السيد انا بشكرك شكرا جزيلا، كل الكلام اللي انت قلته ده على عهدتك طبعا. هو اللي بيقول انت مالكش دعوه. بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. الله شكرا جزيلا. طبعا دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا، مع نهايه الحلقه اكيد لازم نبارك مره ثانيه للكابتن محمود الخطيب اختياره كسفير لبطوله الامم الافريقيه 2019 في مصر، وفي الحقيقه هو يستحق هذا الاختيار لانه اسطوره كبيره سواء كلاعب أو كمدير كورة أو كمان كإداري كرئيس نادي، يعني أكيد شخصية كبيرة جدا جدا وعظيمة في تاريخ الرياضة المصرية بشكل عام، وهو الكابتن محمود الخطيب بنبارك له مرة تانية، وأكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي بقى خلال الفترة الجاية بشكل عام، والأهم كمان خلال الفترة الجاية نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر إن شاء الله إن هو ينجح في إسعاد كل المصريين بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية إن شاء الله 2019 في مصر. دي كانت حلقتنا النهاردة من كلام في الميديا، استنونا حلقة جديدة بكرة إن شاء الله، إلى اللقاء.